نهاية الختام ومسك الختام في هذه المساءات النوفمبرية من عمر برنامجنا من عمان، نحاول أن تكون دائما مسك وفيها لمسة ومسحة شعرية. اليوم أنتم على موعد ووقفة مع شاعر عماني له باع أيضا فيما يتعلق بالكتابات الشعرية وتحديدا في التغني بحب الوطن. نرحب بضيفنا الشاعر الدكتور سعيد بن سليم بن سالم الكيتاني. مسي عليك بالخير دكتور. الله يحييك يا خالي. يا مرحبا، حياك الله. عندما يكون الحديث عن عمان بلا شك يعني الشاعر يكون له يعني حظوة، لأنه هو القادر على التغني، فما بالك إذا كان الحديث عن عمان وفي مناسبة وطنية كنوفمبر أيضا، فنغبطكم بكل تأكيد دكتور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني بلا شك يعني ربما أبدأ بمقولة تاريخية أنه تحت كل صخرة في عمان شاعر. هذا البلد يعني عبر التاريخ كان بلدا يعني ملهما للكتاب والشعراء والمفكرين، كتب الكثير عبر التاريخ، فبالتالي فعلا يعني تختلف المسألة في الأجواء الوطنية والمناسبات يعني الوطنية مثل هذه، هناك الكثير من الزخم العاطفي والدفق الشعوري الذي طبعا يجعل الكاتب يستلهم كل هذه يعني الإنجازات وكل هذه يعني المعجزات ممكن نسميها التي حصلت في هذا الأرض، ويعبر عنه حقيقة بكلام وبمختلف أنواع الأدب يعني حقيقة. هذا المنجز التنموي الذي قاد مسيرته جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، والذي واصل الآن مسيرة البناء عليه السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، الآن هذه المسيرة هي تستفز وتحفز الشاعر لأن يكتب في مثل هذه المناسبات. بلا شك بلا شك بلا شك، يعني هناك الكثير ما يعني مما كتب وما زال يكتب حقيقة، لأن المسيرة مسيرة حقيقة كانت يعني مليئة بالإنجازات وبالبطولات، يعني هي عبارة عن ملحمة حقيقة، وصفتها أنا في بعض النصوص يعني ملحمة شعرية. هذه الملحمة مليئة يعني بالأبطال والبطولات الموجودة، وكل عماني يعني ساهم في هذا العمل يعتبر هو بطل من الأبطال، وناس الذين زاروا عمان شهدوا بذلك يعني. صحيح. وقيل الكثير حقيقة، وطلعت على شهادات يعني هناك من قال أنني زرت عمان فوجدته يعني بلدا من الصخور وشعب من الحرير، وهناك من جاء إلى هنا ويعني منتقلا من بلد آخر وتعرض لكثير من الإشكاليات في ذلك البلد، فجاء إلى عمان هنا وتحدث عن الهدوء العماني كذلك، وهم من الناس يعني المرموقين على مستوى العالم في المنظمات الدولية وفي قيادات بعض الدول تحدثت عن هذه الأمور كلها، فوجدوا يعني نموذج العماني نموذج يعني مختلف يعني نماذج كثيرة. ويعني الكاتب العماني لما يكتب حقيقة يكتب من واقع تجربة تاريخية جميلة حقيقة يفتقر إليها كثير من شعوب العالم، يعني كثير من البلدان التي تحيط بهذا الوطن يعني غير مستقرة، وهذا المسألة طبعا تؤدي إلى كثير من يعني الدفق الشعوري للكاتب العماني. هذا التنوع على المستوى الجغرافي، على المستوى الطبيعي، على المستوى الحضاري والثقافي هو الذي ساهم في نضوج التجربة الشعرية العمانية. فدعنا بلا شك نتوقف عند أولى المحطات الشعرية، ويمكن المشاهد أيضا ينتظر أن يستمع لبعض هذه المحطات الشعرية. والله يعني هناك نصوص يعني كثيرة، ولكن نحن في نوفمبر الآن. صحيح. وهناك نص كتبته حول هذه المناسبة حقيقة بعنوان ملحمة النور، وهي كما قلت يعني ملحمة فعلا كل ما يحصل في هذا الوطن. هيا بالصندل والعنبر قوموا نستقبل نوفمبر، عيد لعمان الخير أتى بالفرحة في وطن الأكبر، الكل يردد ملحمة قابوس سطرها بالنور، والقلب يغني محتفلا والدمعة تسقط كالجوهر، هيا بالصندل والعنبر قوموا نستقبل نوفمبر. يعني هذا من تسقط كالجوهر كالجوهر كالجوهر، يعني هذا ما تقدمه عمان لأبنائها يحملهم مسؤولية
والشعراء لربما المسؤولية على عاتقهم أكبر. أكيد. لأنه هم يترجموا كل الشعور لأبناء الوطن بلا شك. من خلال بلا قصائد. بلا شك. يعني هذا الدمعة التي تسقط من العين العمانية هي دمعة فرحة وهي دمعة كذلك يعني التعب الذي يعني بذل الجهود لكي يساهم في البناء وفي التعمير. ولا بد من يعني هذه الدموع التي تختلط بالعرق أيضا في هذا الإنجاز العظيم الذي قدمه العماني بقيادة يعني مختلف القيادات التي توالت في هذا البلد. بكل تأكيد. دكتور، لك أيضا تجربة شعرية مغناة. نعم. وهناك عمل نشر من خلال تلفزيون سلطنة عمان من خلال وزارة الإعلام. صحيح. تحدث عن أهمية انتقال الأبيات الشعرية والقصيدة الشعرية إلى المستوى الآخر هو المستوى الغنائي، ودور هذا في انتشارها أيضا. إيه. طبعا القصيدة هي كلمة في بداية الأمر، يعني هذه الكلمة يعني لها ما لها من الكوامن والمخزونات التي يعني تحاول أن تصل الجماهير، لكن إذا صاحبت يعني إذا صاحب الكلمة اللحن والأداء الجيد بلا شك إنه الرسالة تصل يعني إلى المتلقي بشكل أفضل وبشكل مختلف تماما. يعني النص الشعري يأخذ بعد آخر. صحيح. حينما يتم تلحينه وحينما يتم يعني أداؤه بطريقة متقنة وجميلة. وما بالك يعني إذا كان هذا النص يعني عماني ولملحن عماني ولمؤدي عماني كذلك، يعني كل هذه المكونات الثلاثة يؤديها يعني عماني الذي يعني عاش في هذا الجو وفي هذه الفرحة وفي هذه المنجزات كلها. لا شك أن العمل يطلع بطريقة فعلا يعني مميز. بكل تأكيد. بكل تأكيد. على مر العصور على مر التاريخ نجد أن الشعر له دور في توثيق الأحداث والتطور الحضاري للدول. الآن كيف يساهم الشاعر العماني أيضا في توثيق هذه الانتقالات التي ذكرتها؟ وأقرب ما نتحدث عنه هي هذه النهضة الخالدة والآن هذه النهضة المتجددة. بلا شك. بلا شك. طبعا يعني الشعر عبر التاريخ يعني لعب هذا الدور كوسيلة من وسائل التعليم، يعني أرشيفا للشعوب. هو أرشيف. نعم. بالضبط. هو ديوان العرب كما قالوا قديما، لأنه في القديم هو اللي كان يعني الوسيلة السائدة. صحيح. على مستوى يعني ليس فقط في المنطقة العربية ولكن على مستوى العالم كان هو يختزل ويختصر ويوجز ويؤرشف كل يعني التجارب التي يمر بها البشر. هذا الكلام كان حتى قبل الكتابة وقبل وجود النص المكتوب. والشعر بما فيه من الإيقاع ومن الوزن والنغمة كانت سهلة للحفظ. صحيح. نعم. وبالتالي لعبت هذا الدور وما زال يعني شيء من الأمور اللي فعلا يعني الإنسان يعجب لها، أنه رغم التطور اللي حصل الآن في التقنيات وفي الكتابة والطباعة والمطابع إلى آخر ذلك، ما زال الإنسان العربي بالذات يعني يطرب للشعر العربي الرصين. صحيح. وما زال يعتبره يعني وسيلة من الوسائل. نحن عندنا الشعر القديم والشعر الحديث والشعراء المحدثين الذين يعني ظهروا في عصر التقنية وعصر التكنولوجيا، ولكنهم ما زالوا يعني يحتلون حيز لا يستهان به يعني في الوسط الثقافي والاجتماعي في نقل يعني المنجزات والإخبار عن كل هذه يعني المفاخر التي تفتخر بها الشعوب. نعود للشعر أيضا وللشعر الدكتور سعيد، ما هي أقرب القصائد لك؟ ونستمع أيضا لنص كذلك. أي والله شوف، يعني هي أقرب النص إلى قلبي، هذا سؤال محير إلى حد ما. النص الأدبي دائما الشعراء يقولون أن قصائدهم هي مثل أولادهم. بالضبط. حقيقة هو كذا. ولكن بس يعني أيضا يعني متابع لسؤال طرحته ولا قضية أنه استمرارية النص الأدبي أو الشعري في توثيق المنجزات على مستوى العالم رغم كل هذا التطور اللي حاصل. هذا نص بعنوان سلطان ورؤية، ربما بعض المستمعين يعني والمشاهدين يعرفونها يعني لأنه من الأمور المغنى، لكنها يعني قصيدة قريبة إلى قلبي لأنها ولدت مع انتقال يعني مولانا حضرة صاحب جلالة سلطان هيثم إلى سدة الحكم في عمان، وهو كان بطل يعني رؤية عمان. صحيح. 2040. وعراب رؤية عمان 2040. بالضبط. نعم. فقلنا سلام بالشذى الفواح مفعم، عليك جلالة السلطان هيثم، لك الإخلاص والعرفان دوما، نسير على خطاك معا ونقدم جنودا، نبذل الأرواح بذلا بأمرك سيدي جيشا عرمرم،
عمان بكم تطاول كل طود وتشمخ في مكانتها وتنعم. أتيت برؤية وسمو فكر وعزم من هدى قابوس ملهم لمجتمع يرى الإبداع نهجا وحوكمة به الأعمال تحكم وتنمية العوائد باقتصاد ينافس عالميا ليس يهزم وصون البيئة الغناء صونا لتبقى الكائنات بها وتسلم. أدامك سيد الرحمن ذخرا لشعب بات بالإخلاص يقسم فتحت لوائكم نمضي جميعا إلى حيث المحامد ونقدم ونواصل سيرنا نحو المعالي معا دون التشتت والتشرذم. قيادتكم هدايات ونور لشعبكم الوفي فأنت هيثم. هذه القصيدة يعني هي شاملة لكل محاور وبنود رؤية عمان 2040. بالضبط كان هذه الفكرة. ممتاز جدا ممتاز. وهنا دور الشاعر. هي نعم المحاور العامة كلها يعني وثقناها في هذا النص. ممتاز. وتم تلحينه وتم أيضا يعني طرحه في وسائل الإعلام. ممتاز. نحن بنرجع ونستكمل أيضا باقي ما تم تجهيزه من قصائد في هذا المساء النوفمبري. بارك الله. ولكن وقفة قصيرة مع الفاصل بعد ذلك لنعود. أيضا مع ضيفنا الدكتور سعيد بن سليم الكيتاني الشعر. يعني كنت قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه القصيدة سلطان ورؤية. هذه القصيدة تدفعنا للحديث عن دور الشعر ودور الشاعر في الدفع والتركيز على توجهات الدولة وعلى الخطط الاستراتيجية ودفع الأجيال للاعتناء بهذه الخطط. بالضبط طبعا يعني هي المسألة عبارة عن منظومة. يعني هذه المنظومة تتكون من مكونات عديدة والشعر جزء من هذه المنظومة الإعلامية والتثقيفية والتعليمية والتربوية التي تنقل هذه يعني المضامين الوطنية إلى الأجيال الجديدة. ممتاز. وبالتالي يعني دور الشاعر دور يعني كبير حقيقة. لأنه كما قلت يعني ما زال يعني الشعر العربي رغم كل هذا التطور اللي حصل يعني خلال يعني العقود الأخيرة ما زال يعني قريب من وجدان الناس. واستثمار لا أقول استغلال وإنما أقول استثمار الشعر. صحيح. لنقل هذه المضامين وهذه الرسائل الوطنية والاجتماعية إلى الجيل الجديد مسألة مهمة جدا ولها دورها. نحن كلنا نذكر لما كنا صغار في المدرسة حفظنا كثير من الأغاني. صحيح. والأناشيد والقصائد لكن فيها رسالة مبطنة في داخلها. بالضبط يعني كونت قيم. إنه هذه القصيدة الآن يتم الاستعانة بها في بعض المدارس. صحيح. لتعليم الطلبة رؤية عمان 2040 من خلال القصائد والأبيات الشعرية. بالضبط يعني النص طبعا يعني حاول أنه يلخص المحاور العامة للرؤية كما وردت في الوثيقة المعتمدة رسميا من قبل صحيح. الحكومة. صحيح. فيعني هذا من الأساليب التربوية يعني المحببة والجيدة عند الأطفال في المدارس في أعمار معينة إنك تعطيهم هذا النص الملحن الجميل والمقفى وإيقاع
يعني يتغنون به وينشدونه ويحفظونه. لكن فيه رسالة وفيه قيمة وفيه الرؤية. بالضبط يطلعون إلى الرؤية من ناحية ومضامينها، وكذلك نحن نتكلم عن البيئة، نتكلم عن الاقتصاد، نتكلم عن الإبداع، يعني كل هذه القضايا التي فعلا تركز عليها الآن حتى الاستراتيجيات الموجودة في يعني وزارة التعليم وأيضا في قطاعات أخرى من قطاعات الدولة. بارك الله فيكم. أعرف إذا عندنا وقت نختم بأبيات بسيطة. والله هناك نص أيضا بعنوان تاج العزة على السريع. يعني نحن في نوفمبر الآن وهذا صحيح. عيد يعتبر لكل عماني، فأقول أطل العيد أنوارا يعانق أنجما غيرا، عمان اليوم في ألق تحاكي البدر والشعرى، تضيء غياهب الدنيا وتنشر فرحة كبرى، إلى العلياء ماضية تدون قصة أخرى، فهيثم تاج عزتنا أتى وقلوبنا حيرا، فكان لنا وللدنيا هو السلطان والبشرى، يبشرنا بأمجاد لنا دون الملا حصرا، يجدد نهضة عظمى ويملأ أرضنا خيرا، عز الله مولانا هو بالعزة الأحرى، وبارك في مساعيه وجدد هذه الذكرى، ووفقنا لطاعته فنحن لفضله أسرى، وهذا الشعر ننشده وملء قلوبنا شكرا. صح لسانك شاعر، وهذه عمان مثل ما ذكرت بارك الله. إلى العلياء ماضية تدون صورة أخرى، قصة أخرى. كل الشكر لك دكتور سعيد بن سليم بن سالم الكيتاني على هذه الأبيات في ختام هذه الحلقة. هذه تحيات فريق العمل وتحيات المخرج حمود الحسني. كونوا دائما بألف خير. إلى اللقاء.